واحدة من ثمار الحوار الوطني الليبي وخطوة على مسار الانتقال السياسي تتحقق على الأرض. فتح الطريق الساحلي، الخطوة قد تزيل الكثير من المعاناة عن عاتق الليبيين، إلى جانب كونها تأتي في إطار استكمال عدة خطوات تمثل العملية السياسية الليبية التي تختتم بالانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري. ما الذي يمثله فتح الطريق الساحلي في ليبيا؟ معنا الآن من بنغازي مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب. مساء الخير لواء المحجوب، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عن فتح الطريق الساحلي، أو هكذا أعلن السيد دبيبة اليوم، ولكن هناك بعض المعلومات التي تشير إلى أن الطريق ما زال مغرقا من جهتكم، من الجهة الشرقية، هل هذا صحيح؟ لا، هي الجهة المخولة من الطرفين 5+5، سواء من ما يعرف بحكومة الوفاق سابقا أم القيادة العامة والجيش القوات المسلحة. مسألة فتح الطريق حقيقة لابد أن يعني نتحدث عنها بمنطقية أكثر. يعني مسألة رفع الطريق أو فتح الطريق ليست هي إزالة ساتر ترابي ترتب عنها نشر القوة الأمنية بشكل جيد، التأكد، وليس رفع الألغام، لأن الألغام الطرفين قالوا بأنهم يعني شالوا أو تم إزالة الألغام، فلا بد من التأكد الميداني على أرض الواقع، أيضا التأكد من نشر القوة بشكل يؤمن سفر المواطنين على الطريق الساحلي الرئيسي. وهذه إجراءات تحتاج إلى مسألة ميدانية. طبعا كان قد اتفق 5+5 المدة الماضية، و ربما من التصريحات السابقة قالوا بأنهم سيحددون من كان يعرقل الطريق، ويبدو أن الذي كان يعرقل الطريق الآن قد يعني فتح المجال خوفا من التسمية أو يعني اقتناعا بالمرحلة. وفي كل الأحوال فتح الطريق خطوة، لا نعتقد أنه إنجاز إلى حد مثلا، هو خطوة مهمة في طريق إنجازات. الإنجاز الأكبر هو الاستحقاق الانتخابي للليبيين، هذا فيما يتعلق بالمسار السياسي لواء محجوب، ولكن نتحدث عنها كإنجاز على الأقل على صعيد المواطن الليبي. هناك الكثير ممن يتحدثون عن أن هذه الخطوة تؤدي إلى رفع المعاناة عن الكثير من الليبيين، ولكن دعني أستوضح منك تحديدا، هل الطريق مفتوح بالكامل الآن؟ هو الطريق الساحلي الآن، هناك اجتماع طبعا 5+5، وسينتقل بشكل ميداني لإتمام الإجراءات التي قلت لك عليها، لأن هذه مسألة بدأت منذ فترة، يعني 8 أشهر أو أكثر كان يتم العمل على هذه اللحظة أو الوصول إلى هذه النقطة، وقد جهزت القوة التي ستتم توزيعها وتأمين الطريق ونشر البوابات، ولا علاقة أيضا بالمراقبين. يعني مسألة كما تابعتم في كل اللقاءات السابقة وما تم في 5+5، ومن وقف إطلاق النار إلى كيفية نشر المراقبين إلى تأمين الطريق الساحلي الذي سيفتح إلى العديد من الإجراءات التي تعمل 5+5 عليها بشكل فني، وليس هي كما قلت لك يعني مسألة مجرد إزالة ساتر، ولكنها خطوة طبعا يعني مهمة جدا. السيد رئيس الحكومة نحترم تماما رغبته الشديدة، ولكن تأمين من الجانب الفني رغبته في إتمام هذا الإجراء، ولكن الجانب الفني طبعا بسبب الإنجازات التي حققوها 5+5 طيلة الفترة الماضية هي التي ستكتمل، بحيث في هذا الاجتماع يتم الانتقال إلى التنفيذ العملي في فتح الطريق مؤمنة للمواطن كما يريد، وترفع كاهل المعاناة باعتبارها جاءت في منطقة حساسة بالنسبة للتواصل بين الجنوب والشرق والغرب، من نقل بضائع، من توفير احتياجات بعض المناطق التي كانت لا تأتي إليها، وحصتها كانت في الغرب مثل الوقود وغيرها من السلع والأشياء التي من المعروف أنها كانت ترتاد هذه الطريق. طبعا يعني مسألة فتح الطريق هي جزء من بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. ولكن دعني أسألك أيضا عن بعض التقارير التي تشير إلى أنه السيد دبيبة كان يعني ينوي التوجه إلى سرت، ولكن يعني عاد لأنه الطريق لم يكن مفتوحا، كان مغلقا بحاويات أو شيء من هذا القبيل. هل لك أن تؤكد لنا هذا الموضوع؟ لا،
هو الطريق لم يفتح بشكل كامل، قلت لك الموضوع يحتاج إلى إجراء فني، يعني هناك قوة ستنشر لتأمين الطريق، هناك يعني مسائل ستنتقل 5x5 ميدانيا شكلت فرق 5x5 لهذا 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 البند. يعني المسألة ليست كما قلت لك هي إزالة ساتر ترابي وتحرك المواطن، هناك لابد من التأكد من إزالة الألغام من الطرفين، الطرفين قالوا بأنهم أزالوا الألغام، إذن 5x5 لابد أن يقفوا على هذا التنفيذ. أيضا نشر القوة الأمنية بحيث لا تستغل هذه الطريق من أحد، ضرورة إخلاء القوات إلى المسافة التي اتفق عليها وهي أعتقد عدد من الكيلومترات على الطريق الساحلي، حتى وتكون يعني على غير نظر المشاهد أو مخفية عن نظر المشاهد حتى لا تكون هناك مظاهر مسلحة على الطريق. يعني مسائل عديدة يجب الوقوف عندها بشكل عملي حتى لا يتم مثلا خرقها من أحد أو دون التأكد منها تماما، بحيث ألا نضطر إلى نكسة أو تقفل الطريق مرة أخرى إذا ما حصل حادث لا قدر الله. أشرت إلى تأمين الطريق لواء المحجوب، من الذي سيتولى هذه المهمة حين يفتح الطريق بشكل كامل؟ هو في مجرد فتح الطريق يكون تكون الطريق قد أمنت بالمجموعة الأمنية، المجموعة الأمنية طبعا تتبع وزارة الداخلية، الآن وزارة الداخلية واحدة ولا بد أن تستلم من الجيش وتستلم من القوة التي كانت متواجدة في الغرب أو في بالنسبة لقوات الجيش في منطقة سرت والمنطقة المقابلة لها البخارية والمناطق الممتدة. هي القوى الشرطية القوى الأمنية محددة ومعروفة وتم تقسيم أماكن تواجدها ومهامها وجاهزة، لأنها شكلت منذ فترة عندما كانت الداخلية في يعني في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة، الآن الداخلية واحدة وهي مشكلة وتتبع الداخلية وبالتالي ستستلم مهامها وبالتنسيق مع 5x5 يسلم لها هذه المهمة حتى نعلن فعلا عن فتح الطريق بعد اجتماعات 5x5 وهي اللجنة المكلفة المسؤولة عن هذا الملف. يعني لا أحد يستطيع أن يدخل على هذا الخط إلا من خلال التنسيق معها وأتمام إجراءاتها، لأن هناك عمل فني مضني لهذا الموضوع. يعني شكرا جزيلا لك اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، كان معنا من بنغازي.